السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبابي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، أهلا وسهلا بحضراتكم. ويونت 5 الوحدة الخامسة. النهاردة حبايبي بنتكلم على إيه؟ بنتكلم على some linking words، بعض الروابط. بعض الروابط إيه الروابط؟ الروابط عبارة عن مجموعة من الكلمات بتربط حاجات بينها وبين بعضها. زي إيه؟ إحنا النهاردة جايين نتكلم مع حضرتك على 11 قاعدة. هنخلص ال 11 قاعده دي، يبقى خلصنا كده 11، يبقى كده خلصنا الدرس بتاعنا بمجرد ما نخلصهم. هما ايه وعباره عن ايه؟ تعالى وبص وتعلم معايا. اول حاجه يا ابني انا بكلمك على سو، صفه او حال ذات. طب ديت معناها ايه؟ ديت معناها جدا لدرجه ان. يبقى اول حاجه معناها ايه؟ ها، جدا لدرجه ان. جدا لدرجه ان سو صفه ذات. زي ايه؟ اقول لك هي is so clever، ده شاطر جدا. ذات لدرجة انه he answered، هو جاوب the test، الاختبار easily، بسهولة. ايه اللي حصل هنا يا مستر هاني؟ ده انت عملت لي ايه؟ قلت لك ادي سو وادي الصفة بتاعتك، ثم جي وراها كلمة ذات. يبقى ادي رول نمبر 1 سهلة خالص اهي، بتاعت ابتدائي. طيب رول نمبر 2، يلا درسنا سهل قوي النهارده. ساتش يجي وراها ا او ان، ساتش بيجي وراها يا حبايبي ا او ان، وبعد كده ياتي بعدها اسم مفرد. ما هي ا وان معناها 1، معناها واحد، يبقى هيجي وراها اسم مفرد مش جمع. يعني اقول لحضرتك برضو يبقى معناها ايه؟ جدا برضو. اقول لك هي از ساتش ا كليفر تيتشر، هي از ساتش، هي ساتش ايه يا مستر؟ انا بقول لك هيجي وراها اسم مفرد وينفع احط هنا صفه. هي such a clever teacher، انه مدرس ماهر. طيب such يا مستر هاني بتقول لي يجي وراها صفه ويجي وراها اسم لا يعد. طب امال فين ايه وايه يا مستر؟ يقول لك يا حبيبي هو الاسم اللي الاسم ده بنقول لك لا يعد، يبقى ما بيتعدش، ويبقى ما ينفعش نحط قبلها او ان، لان حضرتك علمتني ان ايه وان دي معناها وان واحد. يبقى هقول زي دي، اقول لك such I don't like، انا لا احب such false information، انا لا احب مثل هذه المعلومات المزيفة، انا ما بحبش المعلومات الغلط دي. يبقى انا شفت such جت وراها الصفة وجت وراها information، وكلمة information اسم لا يعد في اللغة الانجليزية، اللي هي معلومة أو معلومات في العربي بتتعد، في الإنجليزي لأ. طيب نكمل مع بعض. الرول نمبر 4، such يأتي بعدها صفة ثم يأتي بعدها اسم يعد جمع. يعني عايز تقول لي إن سو دايما يجي وراها صفة وبعدين ذات، لكن أنا عندي such مالها يا مستر؟ يأتي بعدها اسم دائما، يبقى such لازم يجي معاها اسم، يبقى مفتاح such إن هو يجي معاها إيه؟ اسم. طيب وهي سو لازم يكون معاها ذات صحيح؟ لا طبعا، زي ما هنشوف كمان شويه. يبقى انا دلوقتي عندي ساتش جه وراها الصفه، ينفع يبقى الاسم بتاعها مفرد، ينفع يبقى اسم لا يعد، وينفع يبقى اسم يعد جمع. يعني ساتش بتيجي مع اي اسم باي نوع، مفرد، جمع، يعد، لا يعد، ما بتفرقش معاه. زي ايه هنا مثال؟ اقول لحضرتك وي دونت لايك، نحن لا نحب such bad boys، نحن لا نحب مثل هؤلاء الاولاد السيئين. يبقى انا شفت ادي باد اهي وجت وراها بويز اسم جمع. طيب يا مستر enough to، كاف لدرجه ان، وياتي قبلها صفه ثم ياتي بعدها تو ثم ياتي بعدها المصدر. اقول لحضرتك he is clever enough، هو ماهر بدرجة كافية to answer، انه يجاوب the exam easily. سمع واحد بيقول يا مستر معلش مع احترامي لحضرتك انا اتسأل عليها ازاي في الامتحان؟ اقول لك يا حبيبي عادي خالص، شايف تو دي؟ بيحطها لك كده يقوم كاتب لك تاخد تو ولا تاخد سو ولا تاخد ذات ولا تاخد اند، فانا حافظ ان الاف بيجي معاها ايه؟ بيجي معاها تو. طيب ايه كمان؟ اقول لك ساعات يقوم يجي عند انسر دي، يكتب لي انسر او يكتب لي انسرز او يكتبها لي انسرد،
او يكتب لي answering، تاخد انهي واحده حبيبي؟ حضرتك بعد تو ياتي الفعل في المصدر، والمصدر اصل الفعل بدون اضافات يبقى تو، وعندي هنا answer. ساعات بيقوم شايل لك enough ويقول لك يا ترى هتكتب هنا such ولا تكتب هنا so ولا تكتب هنا تو، فطبعا التلاتة دول غلط، واللي هتنفع هنا enough. عرفت بنتسأل ازاي؟ افهم القاعدة احفظها، هتعرف بعد كده تحل عليها ايا كان شكل السؤال. طيب نمبر 6، حضرتك قلت لي enough يجي لو هتيجي وهيجي معاها اسم، الاسم يجي بعدها، هي enough معناها ايه؟ كافي. طب وبعدين فين تو حبيبتنا؟ اهي حبيبي حاضر اهي، enough اسم تو مصدر. يعني اقول لحضرتك دلوقتي he has enough money، هو معه ما يكفي من المال to buy، ليشتري a new car، سيارة جديدة. كلمة تو بقى يا حبيبي لو جاية ورا الصفة كده على طول معناها جدا جدا، أو معناها للغاية. يعني نقول لحضرتك the tea is too hot، الشاي سخن جدا. I can't drink it، لا أستطيع أن أشربه. فأنا كده تو دي معناها إن هو جدا فوق العادي. طب تو صفة تو مصدر ديت معناها جدا لدرجة ألا. أقول لحضرتك بص المثال اللي فوق لما دخلوا بالقاعدة دي، the tea is too hot to drink it، الشاي سخن لدرجة ألا يشرب. خلي بالك أن قاعدة تو 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 صفة تو مصدر تعبر عن النفي. طيب سو صفة، سو برضو معناها جدا، عاملة زي فيري كده وعاملة زي بس أقل من تو في الدرجة بتاعتها. أقول لحضرتك this man is too tall، sorry so tall، يعني طويل للغاية. دي بقى مهمة جدا. دلوقتي حبايبي اللي تحت دول هام بيجي عليها أسئلة، وللأسف طلبة كتير بيكلموني عليها بيحلوها غلط. احفظ يا حبيبي دول كده تبقى خلاص مش هتعرف تتلخبط فيهم تاني. little وfew much وmany كلهم بيجي معاهم so. ايه دول اصلا؟ انا حافظ كلمة كثير من وقليل من، معناهم ايه بالانجليزي؟ اشهر معانيهم little وfew، والاثنين دول بمعنى قليل من. الاثنين اللي تحت كثير من، واللي تحت دي برضو معناها كثير من. كل واحدة منهم انا كاتب لك وراها، ليتل بعدها اسم لا يعد، فيو بعدها اسم يعد جمع، ماتش بعدها اسم لا يعد، ميني بعدها اسم يعد جمع. طب وساتش لوت اوف ياتي بعدها الاثنين، اسم يعد جمع او اسم لا يعد، بتسأل عليها ازاي في الامتحان؟ بيقوم شايل لك سو ويقوم حاطط لك بقى يقول لك يا ترى تاخد سو ولا ساتش ولا ماتش ولا الوت اوف، هتاخد انهي واحدة من دول؟ فانا حافظ ان الوحيدة اللي بيجي قبلها ساتش هي الوت اوف، لكن ليتل وفيو وماتش وميني هما بيجوا قبليهم هما الأربعة كلمة سو. وبكده بنكون خلصنا النهاردة درسنا. أتمنى إن شرحنا يكون نال إعجابكم. أعمل إيه يا مستر؟ أنصحك إن بمجرد ما تخلص الحصة تعمل إيه؟ بص على اللي موجود عندك على السبورة، اعمل له سكرين شوت، صوره، حطه قدامك على الموبايل، وياريت تطبعه أو تنقله في صفحة قدامك، هي ورقة تعملها تنقلها فيها قدامك، وتمسك الدرس بتاعك وتقعد تحل كل الاسئله بتاعت الجرامر اللي موجود عليه. يبقى احنا دلوقتي بنشرح معاك الجرامر، عليك المهم انك تحل عليه، زائد انك تراجع الفوكاب بتاعك اللي موجود في كل وحده عشان تقدر تجيب الدرجه الكبيره اللي بتتمناها وتخش الكليه اللي نفسك فيها. تحياتي لحضراتكم، مستر هاني عبد الحفيظ، السلام عليكم.